أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث عراقي. منذ أكثر من أسبوع أو أكثر هناك قضية لا يملون من تكرارها والحديث عنها في العراق، أقصد كل أطراف العملية السياسية، كل قواها تتحدث عنها، أمنية وعسكرية وحزبية وميليشياوية، الكل يتحدث عن شيء يسمونه، أطلقوا عليه تسمية سرقة القرن. الله أكبر. وبالتالي يتحدثون عن سرقة أموال الضرائب، ويقولون أنه هناك مجموعة أشخاص سرقت مبلغ 2.5 مليار دولار، ما أعرف قد بالعراقي 3.5 تريليون، ما أعرف شنو دينار عراقي، المهم 2.5 مليار دولار سرقوها من أموال الضرائب وسموها سرقة القرن. ويعني تهيئة الوضع الإعلامي والسياسي وتهيئة النفوس باتجاه تقبل وكأنه هذه الحادثة الوحيدة للسرقة، كأنه هذا الفساد الوحيد في العراق، كأن هذه الحادثة لم تحصل في العراق وحالة غريبة. يا ناس، هذا مضحك مبكي، إيش تحكون؟ ما العراق من 2003 لحد الآن أكثر من 1.5 تريليون دولار دخل من واردات النفط، وين راحت إذا كان العراق في أسوأ حال، أسوأ دولة؟ ما هذه كل التصنيفات الدولية تقول عن دولة فاشلة ودولة أسوأ دولة وأسوأ مدن وأسوأ وأكثر شعب يشعر بالأسى والضيم والقهر، وأكثر شعب حزين، وأكثر مدن سيئة، وأكثر دولة مفقود بها الأمان، هذا الواقع الحال. طيب، وهاي الأحزاب التي جاءت وشخصياتها وقوى العملية السياسية التي جاءوا لا يملكون شيئا، والآن يملكون أساطيل، يملكون أشياء غريبة عجيبة، يخوت ومزارع وبنايات وعمارات وناطحات سحاب وسفن وطائرات وموانئ، ويمتلكون كل هذا. طيب، هاي من جتي؟ وقصور وقصور في أرقى دول الدنيا، وجناسي وجوازات، هاي من جتي؟ لا داش يسموها زين. هذا المالك اللي حكم 8 سنوات وبدد وانسرق وهرب 350 مليار دولار منين؟ طيب، هذا المالك اللي هاي كل هالأموال المليارات اللي يمتلكها من جتي؟ يا من رواتبه؟ هذا الجعفري اللي راح لندن وكان وزير خارجية ورئيس وزراء، خذ له مليارات وراح قاعد بلندن مين؟ وغيره وغيره. هذا فلاح السوداني اللي أخذ، وأنتوا قلتوا سرق 4 مليارات دولار، وين راحت؟ هاي مو سرقة القرن، يعني هذه 1.5 تريليون مو سرقة القرن، وهذه سرقة القرن. أنا لا أتحدث عن أنه كلهم حرامية، نعم المبلغ كبير، 2.5 مليار مبلغ كبير جدا، لكنها ليس سرقة القرن فقط، يعني مو هذه السرقة الوحيدة في العراق. وصورناها فيلم هابط حقيقة. من تابع هذه القضية سيجد انه فيلم هابط، فيلم مضحك. على غفلة يطلع لنا واحد بوسائل التواصل الاجتماعي يحذر انه فلان فلان اللي هو نور زهير جاسم اللي سرق الجسم اكبر السراق راح يهرب بطائرة خاصة من مطار بغداد بالساعة الفلانية باليوم الفلاني، الحقوا له. وإذا بوزير الداخلية يقول إنه أنا لحقت له ومسكته وبطولات وتصفيق، وزير الداخلية أمسك هذا الحرامي ونزله من الطيارة وجابه وحققه وياه وطلعوا لنا إياه صورته ورا القضبان، وساعته لابسها بمليونين من 3 ملايين دولار، ومع سبحته ذهب. شنو الكلام؟ ما هذا الكلام؟ واحد يكتب لنا يقول لنا اعترف على وزيرين ودعش مدري مسؤول مدري شنو، مش قد ما اعرف عدد غريب يعني، ودعش مدير عام و7 وكلاء وزراء واعترف عليهم. ما هم كلهم مجموعه من العصابات، كلهم يتقاسمون هذه ما هو هذا العراق. هذه المصيبه من عام 2003 لحد الان الكل يسرقون. وليش العراق يعني يتبوأ قائمه
أعلى الدول في الفساد بالعالم. مين هاجتي؟ ليش هو الفساد؟ يعني روبوتات تسويه؟ لو بشر؟ لو قوى تتحرك وتفسد وتبوق وتسرق، من اللي سرق؟ يعني هو العراق صار أفسد بلد بالدنيا ليش؟ يعني من ضمن الدول الخمسة والعشرة الأكثر فساداً بالعالم طوال هاي 20 سنة، شلون ها؟ شلون صار؟ لو ما كل المسؤولين عنه هم فاسدين، الذي يحكمونه من عام 2003 لحد الآن فاسدين ويسرقون، وكلهم سرقوا. من اللي يجيبون واحد نزيه ويده نظيفة وذمته؟ يعني محاولة تسويق فكرة إنه هذا المبلغ، وإنه الحكومة والآن، وكأنه الفساد ألقوا القبض عليه، والكاظمي يدعي إنه هو من زمان يراقبه، والحكومة الجديدة التي ستتشكل تقول كذا، والأجهزة هي التي أمسكت به، والنواب مال الذين يمثلون أنفسهم ويمثلون أحزابهم لا يمثلون الشعب يقولون إحنا كنا وراه وضد الفساد. هذه كذبة كبيرة. أنتم أساسا كلكم فاسدين لأنكم زورتم إرادة الشعب. 85% من الشعب ما انتخبكم ولا شارك، وقلتوا 40 مدري 45% شاركوا، وال 15 مدري 13% اللي شاركوا هي احزابكم وقواكم وميليشياتكم وقواكم الامنيه. فانتم تمثلون انفسكم بالبرلمان، ما تمثلون الشعب. انتم زورتوا هذا وتقولون احنا نمثل الشعب، واحنا الان ندافع. هذا فساد وحده فساد. وبالتالي تجد قضية غريبة عجيبة يحاولون تسويقها بأي طريقة لكي يلهوا الناس ويجعلوا الناس تفقد ذاكرتها، وكأنه ذاكرة العراقيين يعني مثل ما يقال باللغة البغدادية واللغة العراقية يعني تيفال، ما يوقف بها شيء. هذه الطاوات التيفال اللي يعني ما يلزق بها شيء الأكل، هذه ذاكرة العراقيين تيفال ما يوقف بها شيء، ومثقوبة ويوقع من عندها كل شيء وما تتذكر. وما يعرفون انه من 2003 لحد الان السرقات وصلت لهذا والعراق من سيء الى أسوأ، والعراق من فقر الى اكثر، ومن بطاله الى اكثر، ومن مرض الى اكثر، ومن اميه الى اكثر، ومن جهل الى اكثر. هذه مصيبه. التعليم في أسوأ حالاته، الخدمات الصحيه في أسوأ حالاته، والخدمات العامه في أسوأ حالاته، والسياسه والامن وكل شيء، والاقتصاد في أسوأ حالاته. هذا واقع العراق. فبالتالي تحدثوا لي عن قضيه ونور زهير جاسمكم وشنا وما اعرف منو، والقضاء اصدر مذكره، والقضاء البطل، كلام عن من تتحدثون؟ هي فقط 2.5 مليار دولار سرقت من العراق، تريليون ونصف، يعني تريليون ونصف مليار دولار، تريليون يعني 1000 مليار، و500 مليار سرقت. تتحدثون عن 2.5 مليار، أكثر من 1500 مليار سرقت وبددت، وكلها في جيوب ذولا. طيب إذا أنتوا هيجي حريصين على وضد الفساد، حاسبونا قولونا لكل الأحزاب هاي للدكاكين، من أين لك هذا؟ كل المسؤولين مين لك؟ يعني مين لك هاي البدلة اللي تلبسها أنت؟ ها من رواتبك هاي البدلة اللي جايبها ما ادري من فرنسا ما ادري من ايطاليا، سعرها 30,000 دولار، وحذائك هذا اللي ما ادري ب50,000، وساعتك اللي ب3 ملايين مدري 4 ملايين، مين هاي؟ وهذا بيتك اللي ما اعرف منه، وهذه المصانع، وابنك اللي بالخارج، وبنتك اللي مدري وين. ما هذا الكلام؟ عيب هذا الكلام. تحدثونا عن، نعم القوا القبض على كل الفاسدين، بس لا تجعلون من فاسد واحد وكانه هو هذه القضيه الوحيده في العراق، وكانه الفساد كله فقط هذه القضية، وكان القبض عليهم وانتهت. ولا تحشون بعد، مو هو كان القبض على هذا الفاسد وجاب الوزير الداخلية من المطار وقت. هذه الحلقة أعزائي المشاهدين قد انتهى، أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.